أعلنت المملكة العربية السعودية على لسان وزير التجارة والاستثمار وقوفها مع السودان لتجاوز أزمته الراهنة. جاء ذلك في تصريحات له عقب لقائه برئيس الجمهورية اليوم بالخرطوم، وأشار إلى أن بلاده قدمت أكثر من 23 مليار ريال للسودان، منها 8 مليار ريال خلال السنوات الأربع الأخيرة، وأكد أن المملكة لن تتأخر في تقديم العون للسودان. المملكة تدعو أن هذه الأزمة تكون أزمة إن شاء الله، ما هي أزمة وليس إن شاء الله هي مرحلة مؤقتة. المملكة عبر السنين اللي فاتت، عبر السنوات، قدمت المملكة عبر التاريخ أكثر من يعني ولا وليس منه وليس بل هذا واجب، أكثر من 23 مليار ريال فقط في ثلثها في الأربع سنين، 8 مليار ونص ريال في 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 السنوات الأربع الماضية، وهذا واجب، وهذا يعني ترى المملكة أن دورها التنموي ودورها الأخوي لشقيقتها السودان وأهلها. فهناك الحقيقة برامج تنموية وقروض وما زالت تبحث وتستمر، أيضا هناك مجالات استثمارية زراعية بحثت وما زالت قيد الدراسة، ومجال التعاون كبير بيننا وبين السودان، وإن شاء الله مثل ما التاريخ يعني أثبت أنه المملكة والسودان شريكين تنمويين، لن نتأخر في المستقبل عن تقديم ما هو إن شاء الله ما يحتاجه السودان وشعبه وأهله. نشكركم يا أخوان، وندعو الله لكم التوفيق، وحنا يعني نؤكد لكم أنه حنا ما نعتبر إلا أخواننا السودانيين إلا أخوان وأشقاء، وحنا بين أهلنا، وندعو الله لكم مزيد من الأمن والأمان والاستقرار، ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.